السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهنيئا للآباء على تربيتهن وتأديبهن وتعليمهن، رتب عليها إيش؟ دخول الجنة. اسمعوا، اللي له زوجة وعنده بنات، سواء كانت ثنتين أو واحدة أو ثلاث أو أكثر من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات فأحسن تأديبهن وتعليمهن ورحمتهن فإن له الجنة. الجنة هنيئ والله. بعض الناس عنده بنات ومتضايق، احمد ربك، احمد الله ان جعل الله لك الجنة بهؤلاء البنات. احسن فقط التربية واحسن التأديب واحسن التعليم وابشر. ثم قال رجل: يا رسول الله، ومن له اثنتين بس عنده بنتين؟ قال: واثنتين. قام واحد قال: وين كانت واحدة؟ قال: فواحدة. حتى اللي عنده بنت واحدة. والله العظيم يكفي فقط النساء من هذه اللقاء اليوم هذا الحديث فقط. هنيئا لنا برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك فاطمة مات كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، بقي من؟ بقي الاناث، ثم اخرهم فاطمة. فاطمة كان الرسول يحبها الى درجة انه اذا دخلت عليه قام لها، وقف وحبها على راسها وجلسها في مكانه. لما دخلت عليها اخر يوم كان يحتضر، عرفت فاطمة انه يحتضر. كيف عرفت؟ من يعرف؟ ما قام لها. تقول فاطمة: اعتدت منه صلى الله عليه وسلم انني كلما دخلت قام لي، فدخلت ذلك اليوم فما قام، فعلمت انه يحتضر صلى الله عليه وسلم. الله اكبر على هذه الرحمة. ايها الاباء، في بيوتكم باب من ابواب الرحمات، وهن البنات، فالله الله.